ينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، هل من تفاصيل ميدانية أو أحداث جديدة تضاف إلى ما جاءت به أخبارنا؟ تمام، دعيني أبدأ بما يجري في العاصمة بغداد. قبل قليل أكد مصدر في وزارة الصحة العراقية بأن حصيلة القتلى تجاوزت 20 قتيلا بتفجيرين تم تنفيذهما بسيارات مركونة. وزارة الدفاع العراقية بالإضافة إلى وزارة الداخلية طوقت مواقع التفجيرات وصدرت اتهامات من قيادة العمليات المشتركة لقيادة عمليات بغداد، تؤكد بأن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراء هذين التفجيرين اللذين وصفا بالدانيين نظرا لحصيلة كبيرة من الجرحى والقتلى. أنتقل إلى ما يدور في ميدان الرمادي. قبل قليل أكد قائد عمليات الأنبار بأن القوات العراقية تمكنت وبصعوبة من صد هجوم عنيف لمسلحي تنظيم الدولة، تضمن تفجير 3 سيارات مفخخة على تحصينات أقامتها القوات العراقية المشتركة المدعومة بفصائل الحشد الشعبي والمئات من أبناء العشائر. حصيلة القتلى لحد الآن من الجانب العراقي ومن القوات العراقية تجاوزت 20، بينما تؤكد المصادر العراقية بأن الهجوم قد تم إحباطه في حي الملعب وسط مدينة الرمادي. إليك يا أمل. نعم، شكرا جزيلا طارق ماهر على هذه التفاصيل.